وأول عنوان بهذه الحلقة هو طريقة تعاطينا مع مرضى السيدة، الانتهاكات اللي عم بتعرضوا لها مرضى السيدة، إن كان بالشروط اللي عم تنحط لقلهم ليفوتوا على شغلهم وينطلب منهم هالفحص، أو إن كان بس ينعرف إنه عندهم هذه الحالة عم ينطردوا من عملهم، مع إنه العمل اللي عم بقوموا فيه ما بيشكل أي أذية على أي حدا من حواليهم. صارنا يمكن شي 1000 سنة بالتعبير الشعبي منعيد كيف بينتقل هذا المرض، وبعد كتير من الناس وحتى ناس بالطاقم الطبي بترفض إنها تستقبل هالأشخاص وبترفض إنها تسمعها أو حتى تستقبلها بعيادتها. وجمعية العناية الصحية بالتعاون مع فيف بوزيتيف هن اللي نادونا من أجل هذا الموضوع، وحتشوفوا بالروبورتاج قدي صعوبة إنه يعيش إنسان مع محيط يجهل الحالة الخاصة فيه. جمل انقالت قدامي كأنه عم نقله بكل بساطة روح موت، الكل رافضه، العيادات، الشغل، الناس وحتى أهله. هيك بس شي جملتين ثلاثة انقالوا قدامي، بحب أنه تعيشوا الشي اللي ممكن هالشخص يعيشه. تخيلوا أنه في البعض بيقول بعيطولي يا سيدة، والبعض الآخر بيقول بس تجي تزورنا ما تجيب ولادك لعند ولادي، حكيني من تحت أو حكيني من بعيد. والبعض الآخر بيقول إنه لما عرفوا إني مريض ما بقى يقبل ولادي بالمدرسة. والبعض الآخر بيقول إنه أهلي نبذوني، صاروا بس يفكروا كيف يعزلوني داخل البيت، كيف يغسلوا ثيابي وكيف يتعاطوا معي وكيف يخلوني بعد عن إخواتي. يعني صحن باسمه وملعقة باسمه وشوكة باسمه داخل بيته. بعتقد بكفي التعاطي بهالطريقة. خلينا نشوف الروبورتاج. أنا مش عشان تقريبا هلا دعوك ما بدك تقول ما تقول، خبرني أو وصلني. ما بدي تطلع، ما بفضل اتذكر. أنا بشغلي كنت أشتغل مستشفى تقريبا ضليت شي 4 سنين يعني. بعدين صار عندي مشكلة صحية وكان بدي عملية، وبهالعملية طلبوا يعملوا لأنه كان بحاجة لدم، فعملوا الفحص وبين إنه عندي الفيروس يعني. وصار كتير يعني أنا هون حسيت كيف بدي خبي حالي وكيف يعني، وحتى نظرتهم لإلي حتى الموظفين اللي كانوا معي بالمستشفى إنه كيف كانت نظرتهم لإلي، كيف حسهم خايفين مني، وإنه مع إنه هن دوام تمريض وهن أكثر عالم لازم يعرفوا إنه ما بنأذي، معروف كيف بينتقل يعني. إنه ما بياكل عالم يعني. إيه ما بياكل عالم، أو مني عامل جريمة. أو مني شي وباء بيطير بالهواء، ما هيك؟ مظبوط. يعني علاقتي ما كانت مع المرضى انه لا بعمل اوبر ولا شو اسمه، يعني شغلي كان كثير بسيط يعني، بجر مريض كنت بس مش اكثر او بزيح وهيك يعني. طب ولما نعرف هالشيء، انت كان صار لك 4 سنين بتشتغل وعملت عمليتك اللي انت بحاجه الى للمرض الاخر اللي طلع؟ مزبوط. عملوا لك اياها؟ عملوا لي العمليه. انا من بعد ما خلصت فحوصات فرصتي المرضيه وهيك جيت بدي ارجع على الشغل، قالوا لي انه ما فينا نخليك عنا بالمستشفى، هيك طلع القرار. طيب انت كنت عايش بهذا السر وحدك ولا كان في حدا بيعرف؟ وحدك كليا؟ ايه بعدين هلا كمان. بس تقيل هالسر؟ كثير تقيل. كيف يتغيروا العالم لما يعرفوا عنك شيء هيك؟ بتبين هيك النقزة اللي قبل كانت، ما كان في نقزة، كان عادي يعني، حتى بالتسليم حتى بالتجويس بتحسي هيدا هيك البعد، مرق مرحلة كتير هيك مخنوق يعني، ما في اوصف لك يعني،
يعني كنت مدبرس على الآخر، مرق بكتير قصص، بعرف أنه عادة ما فيك تتكلي على حدا. شو أبشع جملة سمعتها من أول ما مرضت لهلا؟ كان بدي استأجر أوضة، ما بدي فوت كتير تفاصيل، بس في شخص بيعرف وهو اللي كان بيعرفني من زمان وهو بيعرف الموضوع، قال لي بس لأنه التواليت مشتركة، قال لي أنه نظف التواليت منيح وراك. أنه تيأت، أنه شو هالجهل اللي عندك يعني أنت بمركزك، أنه شو خص التواليت بالفيروس يعني. في ناس بطلوا يحكوا معك بمرة؟ إيه في ناس كتير، كل شيء هيك بيخلص. يا ريت فيني فرجي عيونك كيف هم يعملوا بمحل خلوك تحس انك غلطان، قدروا يعملوا هيك، قدروا يحسسوك انه انت عم تقول لحالك ايه خرجك نسيم عملت هيك، قدروا يوصلوك لهون؟ لا اكيد ايه ما قدروا يفوتوا لهون؟ لا يعني بعدك قوي. ايه اكيد بدنا نوصل صوتنا دائما. يعني لازم بقى يكون عنا بلبنان قانون يحمينا، وحتى يكون عنا لازم يعني الشغل ما خصنا يعني بكل الأشغال أكيد خارج تمريض، يعني أنه فينا نشتغلون عادي، يعني فينا نحن بشر يعني مثلنا مثلون. بالإنشورنس أنتم مرفوضين؟ إيه الإنشورنس ما بغطي شيء. وضمان الدولة من الدولة يعملك شيء؟ ضمان ماني مجرب صراحة، ما بسترجع أقرب أعمل فحص على الضمان أو شيء، لأنه بدك تجيبي موافقة أو بين اسم الحكيم وشو اسمه، بكون كل البلد عارف. بكون كل البلد عارف. كأنه عم بيقولوا للواحد محل روح موت، تحس هيك؟ مش تحس، عم بيقولوا له هيك. بعده لهلا ما حدا بيعرف شيء غير كل المستشفى اللي كنت فيها هلا، ما هيك؟ واكتشفت انه بيخبروا برا؟ هلا مش اكتشفت اكيد بيخبروا. يعني شخص بيعرف يعني كله لبنان صغير يعني الا ما حدا يعرف حدا وبتتواصل خبريه، بس انا لاهلي الحمد لله لهلا ما وصلت شيء. انت فيك تتخيل لو عرفوا شو بيعملوا؟ من الاخر انه ليه لو أما عايشة بحكي. عم سوري ما عندك أخت؟ كتير بلاشورة ايه؟ طلعت ثقيلة. جيس خلص ما بتحس حالي انا غلطت، اوكي؟ ام سوري، خلينا نقفي، خلينا نحكي عن حكيم سنان، ضحك عليه شوي، اوكي؟ يلا شو بو هيدا الحكيم سنان الغبي؟ مش غبي؟ ايه؟ تعطونا كلينكس بليز؟ انا هجيب كلينكس مو بليز. يا ريت فيني اقول اسم المستشفى واسم حكيم السنان، انا بعيد بهالحاله بس ما احرجك لانه بيستاهلوا ينقلوا اساميهم بصراحه تبين الحضارة، ما هيك؟ ايه. شو قصة حكيم سنان؟ خبرني. كنت يعني رحت عن حكيم سنان، ما بعرفه شخصيا يعني، بس رفيقي قال لي روح انه هيدا كثير منيح وهيك، قلت له انه انا اتش اي في بوزيتيف، رفض يظبط لي سناني. شو قلنا؟ قال لي انه انا ما عندي العد الديسبوزابل اللي بكبها. أيه. وبعدين عندي سكرتيره صغيره انه بعد ما تجوزت
شو خسارة؟ ما بعرف. انه صدمني. هيدا حكيم؟ ايه حكيم، حكيم. بعد ما تجوزت السكرتير ما في الا انه عندي. ايه خاف على السكرتير. لا بس عن جد في جهل ما طبيعي وطبيب. ايه حكيم. انه بالنهايه العقدة عم تتنظف وتعقيم، انه بتحس حالك انه انت احيان شيء عيب متنقل؟ لا يعني هو اللي بيعدوا بتفلسفوا انه من ايده يستفل وهو الحكيات سمعتهم؟ سمعتهم كثير بس هو ما بيأثروا فيه. انا بمرحله انه بدي اعيش، شو بدي بالعالم، شو بيحكوا العالم، حتى لو جرحوا بحكيهم او بكلامهم بدي انا اكمل، بدي اكمل لقدام قد ما يأسوا. بس تطلع بحدا بعيونه بتعرف اذا عارف عنك هيك؟ ايه اكيد ببين. ايام بيكون كثير هيك انه ملبك او نقزان، او ببين بعيونهم قديش انه بيهتموا او شيء. تضايقت من شيء بالحديث؟ لا اكيد. ثانك يو. ثانك يو لعلي. لما انفجرت بهالشيء هذا تقريبا تحطمت. تحطمت؟ قد صار لك عارف؟ انا بال2004 لعبت هذا المرض. انا كنت متجوز، بعد سنة صار سوء تفاهم أنا ومرتي، تركنا بعض لأسباب شخصية. مرق شهرين اتعرفت على وحدة بالصدفة، عملت معها علاقة جنسية، ما كنت بعرف شيء. بعد 4-5 أشهر اجتني سفرة على الخليج، حضرت ورائي باسبوري، انطلب مني اعمل فحوصات، عملت الفحص طلع معي HIV. رجعت عدت الفحص كمان بوزيتيف. مرق فترة تضايقت لانه هالشي هذا وجعني كتير، وفي شغلة كتير عايبة. شغلة عايبة؟ شو هي العايبة؟ في كتير إذا بيعرفوا شخص معه HIV بيتفاجئوا. أنت خبرت حدا؟ أهلي عرفوا. في بعض الأصحاب قليل اللي بيعرفوا. ما فيني أقول لمين ما كان أكيد. حدا قال لك مثلا ما تقعد حدي، ما تشرب من كبيتي، ما تفوت على محلي وعلى قهوتي، ما قالك شي هون؟ كنت بتردد على قهوة وصاحب القهوة يوم بالصدفة قال لي إذا بتريد ما بقى تفوت على القهوة. حبيت أنا أعرف ليش، أوصل شو السبب. قال لي أنت بتعرف. قلت له لا ما بعرف. قال لي أنت معك HIV. طلعت فيه أنا، قلت له ليش هالشي بيعد بالنفس أو بالكبه أو بغير شي. قال لي عمول معروف. أنا دغري تسرت وضلت فيني. بيجرحك هالشي؟ أكيد. إنه أنت مرفوض؟ طبعا. يعني فيك تقولي عايش وميت. كيف يعني عايش وميت؟ بتكره الحياة يعني؟ أكيد لا، بس المرض هذا شوي صعب. تتمنى الموت؟ يعني ما عم تلاقي شغل؟ حاليا قاعد بلا شغل. إذا بتلاقي لي شغل من بكره بيشتغل. إذا بدي أشتغل بمحل بيعرف إني أنا منصاب ممكن يرفضني.
بدي تنقي بس حدا تقول له شيء. بحب اقول اللي عم يسمعوا على الموضوع هذا بالاخص تلاميذ المدارس القصرين الشباب والبنات بس يعملوا علاقه جنسيه ينتبهوا يستعملوا هن بيعرفوا. مرسي. شكرا لك شادي. مدام نسرين، يمكن السؤال اللي استحيت اسأله لنسيم ولشادي، ليش أصريت وشكن ضل مخبى؟ لأنه المجتمع هيك بده، لأنه للأسف إذا حدا عرف هيدي الناس بتنخرب بيوتها. نحنا كتير بمجالنا كتير شفنا أو كان عنا مشاهدات وكان عنا حقائق عم ندونها، وكنا عم نشوف كل يوم عم نقابل شخص وعم يخبرنا خبريته. رفاقه ببطلوا يقعدوا معه، يعني الشخص اللي كنت تظهري انت وياه تشربي انت وياه قهوه وتتغدوا وتكونوا كثير اصحابه وتظهروا وتجوا حياتكم مع بعضكم، ولا في صدن صار ما تقرب مني، ما تفوتوا وراه على التواليت، نظفوا منيح، في حبه على وجهه. لا لا مش مزبوط. هيدي الناس بدها بحاجه لدعم، بحاجه لدعم من على جميع الاصعده، بحاجه لدعم مادي، بحاجه لدعم معنوي، بحاجه لتحس حالها بامان. ابسط حقوق الانسان هو الامان، بده يحس بامان، بده يحس حاله انه هو شخص مقبول بالمجتمع. فهيدي الناس عم تحس حالها انه هي مرفوضه، من هيك عم تضطر تغطي وجهها لانه مشكله. شو الشيء اللي ما بنعرفه نحن عن وحشيه البعض فينا؟ اللي ما بنعرفه هو كميه الذل اللي بيتعرض لها الانسان. يعني تصوري انه انت شخص عايشه بعيله بيرفضوا ياكلوا معك على نفس الطاوله، بيرفضوا ياكلوا من وراكي بنفس الصحن حتى لو انجرى، الفرش اللي انت بتنامي عليها بيغطوها بشيء وما بيغسلوها بنفس الغساله. تصوري انه ام عم بتقول لبنتها ما تحطي تيابك مع تياب خيك بالغساله، بكره بتلقطي المرض مثلا. مفروض انه هيدي النظره تتغير، يعني مفروض هيدي الناس تحتضنهم ما ترفضهم. ليش بدي ارفضه؟ مش رح ياذيني، ليه؟ ما هو انسان عنده كرامته. هيدي اولا. بالناحيه القانون اكيد بدنا قانون يحمينا، لانه للاسف ما بيعملوا لهم انشورنس، بس يعرفوا انه هن حاملين الاتش اي في بتوقف الانشورنس. ليه مثلا وان اوف ذا المتعايشين او الاشخاص قدم على كوفي شوب، والشاب معلم وشخصيه ما بينقصوا شيء يعني، بس كان اول طلب عندهم اتش اي في تيست. طيب وقف وقعد سنتين بلا شغل وحرمته من فرصه انه يعيش. بده يعيش. رسالتك الاساسيه هي للمجتمع، اذا للمجتمع بدك تقول جمله واحده شو بتكون؟ بدي اقول لهم سلوغون حلو كتير استعملناها قبل، هو إذا أنا دمي غير ما تكون أنت بلا دم، إذا أنا دمي غير أنت ما تكون بلا دم.